الان عندنا اللي هم الكيس مانجر، كيس مانجمنت، واخراج الـ يعني الـ المرضى اللي هي البيشنت ترانسفير اوف كير. تفضل يا فارس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فلاح الحربي، مسؤول عن حاله المستشفى القيصر التخصصي. فرصه سعيده ان اتقابلنا معكم، لان هذا من الاجتماع هذا كما قال الدكتور اسعد الله يعطيه العافيه هو التطوير ومساعده المرضى. احنا دورنا كمنسقين نتعرض لاكثر الخدمات اللي تقدم داخل المستشفى، لذلك ممكن بعض النقاط اللي ذكرت في الحوار ممكن اني اعرج عليها بسرعه على اساس اوضحها. احنا دورنا يبدا من دخول المريض على قائمه الانتظار الى خروج المريض، كل الاشياء المتعلقه في خدمه المريض ومساعدته من بدايه دخوله الى خروجه من المستشفى نتعرض لها بطريقه او باخرى. من الاشياء اللي تساعد المريض وتساعد صاحب التعامل مع المرضى انهم احيانا كبدايه ان المريض التقرير الطبي اللي مصدر من الجهه المحوله في بعض الحالات ما يعكس الحاله الصحيه الفعليه للمريض. فاحيانا يكون المريض التقرير الطبي يوضح ان المريض مثلا محتاج دخول مستعجل، وصراحه من المشاكل اللي نواجهها ان احيانا يكون المريض نتصل عليه نحصله في البيت وبخير وطيب ويقول لا ممكن تاجلون موعدي ماني محتاج اني اجي. واحيانا بعض المرضى يكون الحاله فعلا التقرير بيوضح ان المريض طيب واموره ممكن انه ينتظر، فلما نتصل عليه يتضح انه لا اهله ودوه مستشفى والبارح كان مثلا مستشفى ثاني وحالته تعبانه. ففعلا هذه من الاشياء اللي تخلينا ما نقدر يعني يكون عندنا صعوبه في تحديد اولويات حتى بالنسبه للدكتور. الخطه العلاجيه اللي ذكرتوها قبل شويه بالنسبه للمريض بعد ما يطلع او مده بقائه في المستشفى، كل عمليه دخول داخل المستشفى يقبلها الدكتور بيحط لها استيميتد لينكث اوف ستي اللي هي فتره بقاء المريض المتوقعه داخل المستشفى. فلما يصل المريض والتقرير ما يعكس الحاله هذه تتغير، خصوصا اذا كان المرضى المحولين مهم جراحه، الجراحه احيانا يكون تحديد مده بقائهم في المستشفى وخروجهم يكون اسهل، لكن المرضى اللي هم حالتهم طبيه وميديكال تتغير الحاله وتتغير الخطه العلاجيه باستمرار. عندنا مشكله ثانيه خصوصا في المرضى من خارج الرياض اللي هو بعض المناطق غالبيه الحجوزات تكون صباحيه. واحنا الراوند حق الفيزيشن والتقرير خروج المرضى ياخذ وقت، فغالبيه الخروجات تاكيد الخروج بيكون مسائي، فتفوت الرحله على المريض واحنا نضطر ان نحجز السرير بعض الاحيان الى يوم او يومين لحد ما يحصل المريض حجز ويأكده. عندنا مشاكل كما قال الاستاذ بوزير الخدمه الاجتماعيه، المريض اللي يجينا عن طريق اخلاء طبي ويرجع مره ثانيه تتحسن حالته ويحتاج العوده الى المنطقه حقته، يقولوا مثلا الشؤون الصحيه المريض الان تحت منطقه صحيه ثانيه، شؤون صحيه ثانيه، فما نقدر نصدر التذاكر بحيث يرجع، فيضطروا يعوضوه او يضطر المريض انه يجلس فتره اضافيه. احيانا عندنا مثلا عمليه التواصل خصوصا بعد فتره الدوام، نحتاج ان نتواصل مع المستشفيات المحول لها بحيث ان ناكد عمليه نقل المريض او ارجاع المريض، فيكون في مشكله احيانا في عمليه التواصل. احيانا بعض المرضى يكون على قائمه الانتظار ويتغير حالته او لا سمح الله مثلا يتوفى، فنقع في حرج لما نتصل على المريض بنقول له، لان ما نكلم المريض يوميا، مستحيل نكلم المريض يوميا، هو لسه ما تحدد الموعد، فنكلمه من يومين ثلاث ايام فنكتشف ان المريض مثلا لا سمح الله توفى او انقبل في مستشفى ثاني، نقع في حرج لما نكلمه يقول لا مثلا يرد قريبه فيكون موقف محرج، يعني انا توفى البارحه او توفى امس او شيء زي كذا. فنتمنى الحالات اللي غير متوقعه مثلا زي الحالات هذه ان نفس المستشفى الموجود فيها المريض مجرد ما تغير حاله المريض وصار شيء من الاشياء هذه يتصلوا علينا ويوضحوا لنا بحيث ما يبقى على قائمه الانتظار عندنا. طيب خلينا نستخلص شويه، احنا خلينا نختصر من نقاط كثيره حنرسلها لكم، ولكن انا اذا حب اللي يحب يتواصل معاه مباشره رقمه موجود عندكم مرسل لكم باذن الله. استاذ سعيد تفضل. انا بس في نقطه كنت بتكلم عنها، اكثر مدراء هيئات طبيه تكلموا عن موضوع التريتمنت بلان من البدايه من عندهم، وهذا يمكن المشكله مشتركه بيننا وبين الطبيب المحول من هناك، لان ما في خطه واضحه للمريض، مجرد انك انت حالتك
تستدعي نقلك للرياض المستشفى التخصصي وتحول المستشفى التخصصي وعليها ما تدري وش الوضع. فالمريض لما مجرد تتكلم وتقول له انتهى علاجك مستشفى التخصصي يرفض ويعطيك اكثر من حجه بسبب ان الخدمه غير متوفره في المستشفى المحول او ان المستشفى هو رافض قبول او النقطه اللي ذكرتها قبل شوي ان موضوع عدم توفر الاسره. انا كان في اقتراح بس بحكم ان وجود مدراء الهيئات موجودين معنا الان مثلا في منطقه عسير فرضا او في مستشفى عسير المركزي يحول حالات في بعض الاوقات يقول لك انا ما اقدر استقبل حاله عدم توفر سرير، ليش ما يستخدم المنطقة هناك مباشرة المستشفيات المركزية عندهم مبدئيا لما يتوفر السرير ويرجع للمستشفى عسير المركزي؟ يعني كهيئة مثلا عندنا منطقة جيزان، منطقة جيزان ممكن يكون المستشفى الوحيد اللي يحول هو مستشفى الملك فهد، لكن في مستشفى العام، في مستشفى أبو عريش، في مستشفى الصبية العام، ممكن نفس الدائرة اللي هي تابعة الهيئة الطبية لها هي تسهلنا الأمر هذا، لأن بوجود المريض في المستشفى عندنا هنا وحنا ما استفدنا من السرير هذا بمجرد انتظار السرير يفضى في المستشفى المحول، هذه مشكلة لنا يعني، والأثر بيكون مشكلة على الجميع كلها. إضافة نقطة ثانية، الآن في كثير من الحالات واجهتنا أن المريض لما يتحول عن طريق المستشفى التخصصي سواء عن برنامج اللي هو الربط المشترك بينه وبين المراكز الصحية أو برنامج إحالتي، لما نبغى نرجع الحالة للمستشفى المحول يطلب منا أن نحول المريض عن طريق إحالتي مرة أخرى. إحالتي يستعاملون مع الحالة كأنها إحالة يعني اللي يسمونها next level of care، بينما المريض أكثر الحالات احنا نتعامل معها هي end of treatment أو chronic case. فهم يقول لك لا، أنا الحالات المزمنة أنا ما أتعامل معها لأن أنا عندي مشكلة في الحالات المزمنة في المستشفى حاليا وأنا ما أقدر أوفر الحالة هذه. احنا طبعا عندنا في المستشفى الآن عقد متعاقدين مع مركز خاص لتوفير الحالات المزمنة، لكن مع مرور الزمن وصلنا للفول كاباسيتي يعني ونحاول الآن في قدر المستطاع أن في حالات موجودة عندنا هناك نرجعها للمراكز اللي حيلت لها في البداية. فلو كان فيه إمكانية يعني ترتيب نقل الحالات هذه بناء على المستشفيات المحولة أو المراكز أو الحالات اللي يقيمون فيها الأهالي المرضى، وهذه كخطة يعني أو فكرة ممكن نشتغل عليها بعدين إذا كان في إمكانية. وقعت المستشفيات على استلام المرضى لا أنا لاحظت ترى ما عاد في توقيع زي أول. ما عاد فيها الآن. ممكن دكتورة هاني تبلغنا بعد بالشيء هذا. ما في توقيع لا دكتورة؟ هو إحنا طبعًا التحويل لأنه يجينا من المستشفيات أحيانًا زي ما قلنا عن طريق برنامج إحالتي، برنامج إحالتي أصلًا ما في أي خانة لنا علشان إحنا نقول للأكشن الطبية وقع عليه. الطريقة الوحيدة اللي هو التحويل الإلكتروني اللي إحنا جالسين نطالب فيه، هذا اللي إحنا قادرين نقدر نتحكم فيه شوي. برضو في حالات كثيرة تجينا عن طريق الفاكس ما يجين فيها تحويل، أنا ماني معطلة المريض علشان ما في توقيع رسمي من الطبيب، علشان كده إحنا ما زلنا نطالب إن الحالات تحول عن طريق الربط الإلكتروني. هذا حيسهل علينا، يسهل عليكم حتى عملية إعادة المريض نستفيد من السيستم الموجود عندنا. سيستم إحالتي مستحيل التحويل عن طريق إحالتي لأن إحالتي مستقبل لكن ما يرجع حالات، نتعامل معاه كوجه واحد فقط، مستقبل منه ما نقدر نرجع منه أي شيء، ما في أي خيارات. الربط الإلكتروني الوحيد اللي يعطينا جميع الخيارات اللي تفيدنا وتفيد الهيئات الطبية، حتى لو كان طبعا الآن الإدارة تدرس موضوع إعادة صياغة التوقيع المستشفيات، لكن طبعا إلى الآن موجود عندنا اللي هو الفورم الموحدة عندنا واللي نقدر نوزعها فقط عن طريق التحويل الإلكتروني. الطرق الأخرى ما نقدر نوزعها يعني لأن تجينا التحويلات عن طريق إحالتي، عن طريق الفاكس، كثير من الهيئات الطبية تجينا كمان عن طريق البريد، يعني حالات طبية تجيني عن طريق البريد، المريض أصلا متأخر، يعني أنا ألقى المريض عندي في المركز وحالته لسه ما وصلتني عن طريق البريد من الهيئة الطبية. يعني الموضوع هذا كلها فيها تعطيل وما أقدر أستفيد من موضوع أني وأخلي الأطباء يوقعون على إلزامية عودة المريض مرة أخرى. في نقطة ثانية اللي هي ترانسفير باك، إحنا دائما نعتمد على نقل المرضى بالإخلاء الطبي أو المستشفى. إحنا في المستشفى عندنا ما يقدر يأخذ المرضى يرسلهم المستشفيات المحولة خاصة في المناطق اللي تتكلم عن 300 كيلومتر قريبة من الرياض. فلو في خطة يعني المريض أرسل من أحد المناطق القريبة من الرياض هم يلزمون بإعادة استقبال المريض من المستشفى عند انتهاء علاجه. فقط هذه أضيف نقطة أنا واحدة هنا، هذا هو الفورم اللي احنا نستخدمه على أساس أننا نقبل المريض.
الفورم هذا موجود فيه في الجزء الأسفل أن المستشفى على تم الاستعداد لقبول المريض وثاني بعد إكمال علاج مستشفى الفيصل التخصصي ويكون على أتم الاستعداد لتجهيز إسعاف لنقل المريض إلى المستشفى المحول منه. أي نعم أقول لك يعني هذا. في نقطة ثانية دائما تعملنا إشكالية وهي عملية أن المريض مثلا جاء قبول إلكترونيا بعد قبول المريض يعني في السيستم لا يعني توفر السرير. فإلكترونيا بعد ما يقبل المريض في مركز القبول تجي رسالة للأهل أو للمريض أن تم قبولك في مستشفى الملك فيصل التخصصي. يجي يعني من الأشياء اللي يعني من العجيبة فعلا أن إذا المريض بنفسه غير منوم وجاء ممكن أن احنا نقول هذا جهل أو شيء، لكن حصلت عندنا بعض الحالات أن المريض نفسه تم نقله بمستشفى إسعاف مستشفى من المستشفى المحول إليه قبل التأكد من توفر سرير وبعثوا المرضى لنا إلى الطوارئ قبل تحديد سرير له.